هي مشاهد للفوضى المسجلة في النسيج العمراني على مستوى قرية المحاديد التابعة لبلدية تلموني بولاية سيدي بن عباس، غياب كلي لمظاهر التهيئة العمرانية خاصة ما تعلق بالطرقات، وهو ما بات يؤرق سكان المنطقة. المكان يدخل واه طريق، هاي طريق كبيرة معايا يا حبيبي، طريق كبيرة داروا ذا الحيط، كي داروا ذا الحيط فوق الطين هاي السكر قرب كي تاع الواد هذا كل طرطق كل شيء هو عندنا. هاك معايا يا حبيبي، عندك وين طرطق النار وين حملك شيء عندك؟ عندك معليش احكي لنا عندك وين طرطق؟ مستوكوس يعني هذه بلاصه اوكسوزيتي ما يبنوش هنا. هاك معايا هذه بلاصه اوكسوزيتي ما تجي اللي صار على البني خاطر هاي الطين عندك لك الداخل كوش مشلق. هاي لا غالب قاز غابه هادو قاز ساكن ريفي، كاين اللي قالوا له غادي تدير له 70 مليون دالو و70 مليون مكياش خاين فاهم؟ هي ما شاف كيفاه دوار المحاديد، دوار المحاديد رانا مغبونين بزاف في هذا الدوار، رانا مغبونين بزاف ما كاش قال امكانيات، امكانيات قال ما عندناش، ما كانش امكانيات هكا باش شغل نطلعوا شويه، ما كانش. انا قاعدين تحت هنايا وين باين البني هنا كيما يفهمك خي، كل واحد وكيفاه، كاين اللي عطاوه تدعيم 70 مليون، كاين اللي مدوها لونتربريز، اونتربريز ما خدم لهمش نيشان، جاو مساكين ثاني زادوا كملوا على خسارتهم، كل واحد وكيفاه. بنايات قد تتأثر مع أي اضطراب جوي مسجل بسبب تشييدها بطريقة غير مدروسة دون الرجوع للمختصين من خلال عملية الإنجاز. ولاحظنا أن هناك تسربات وهناك انسداد في البلوعات، كذلك كان هناك مياه غمرت سكنات جديدة وكذلك سكنات قديمة. هذه السكنات الجديدة ما لوحظ وما لاحظناه أنها تقع في أماكن ومناطق منخفضة، أغلبها هناك عن اختلاف في الارتفاعات. هذه الارتفاعات التي يكون غالبا يستند إلى عملية نقوم باتخاذ إجراءات في هذا الصدد بحماية هذه العمارات، حيث تكون هناك منحدرات بجعل أو يكون هناك جدران إسناد أو جدار إسناد. سهل البنايات المحادية للوديان يجب استعمال حائط الإستناد. حائط الإستناد بالنسبة للتسمية تاعه هو حائط وقائي، وقاية البنايات خاصة في المنحدرات، خاصة في المنحدرات هو يوقي البنايات ببنايات مجمع بنايات. كاين نوعين من حائط الاستناد، كاين حائط الاستناد اللي يحمي مجموعه من البنايات، وكاين حائط الاستناد اللي يجمع اللي يحمي بنايه واحده. حائط الاستناد هو ضروري في المنحدرات خاصه في انجراف التربه والفيضانات. ما تم تسجيله من مخلفات خلال الأمطار الأخيرة بعدة ولايات على غرار ولاية تيبازا تزيح الستار عن مدى هشاشة الكثير من البنايات المشيدة بطريقة غير مدروسة، ما يجعلها تشكل خطراً على ساكنيها.